فين شنطتك؟ انا مش هينفع امشي رضوى. انت لما مشيت انا كنت همشي وراكي على طول، بس انا هروح فين؟ انا كنت مظبطه كل حاجه على اساس ان انا همشي، بس لما قلتي لي اقضي الويكند معاكم رجعت كل حاجه زي ما كانت. انا مضطره اقعد لحد ما الاقي مكان اروحه. نورا خشي هات شنطتك، انا اجرت الشقه خلاص، ممكن تقعدي معايا لحد ما تدبري امورك. اتفضلي. طب وعلي؟ ماله علي؟ ماله؟ مش من مصلحته نسيبه لوحده دلوقتي. ما تقلقيش يا حبيبتي على علي، انا كلمت اهله هم هيتصرفوا معاه. ممكن تخشي تجيبي شنطتك لو سمحتي؟ طب والمسلسل؟ انا مش فاهمه احنا بنتكلم في ايه دلوقتي. اصلهم كلموني عشان اعمل اوديشن لدور في المسلسل. رضوى انا رايت ترجعي البيت وعلي يكمل المسلسل ونبقى نشوف موضوع المصحه ده بعدين، ده احسن حل لنا كلنا. كلنا؟ هو مين اللي كلنا؟ ونشوف ايه؟ هنشوف ايه بعدين؟ انا مش فاهمه. وانت ليه بتخططي انا وعلي هنعمل ايه؟ بقول لك يا نورا، انا هقابل علي دلوقتي مش عايزه اخبط فيه. لو سمحتي خشي هاتي شنطتك من جوه. وبعدين انا مش فاهمه، هو ايه اللي احنا بنقوله ده؟ وليه بقى لك يومين كل ما اقابلك تقولي لي استني نشوف نفكر نتكلم؟ نتكلم في ايه هنفكر في ايه؟ رضوى انا اسفه. انا مش هينفع امشي. نعم؟ جايز لو مشيت علي يقول لهم يلغوا الاوديشن. اوديشن. تصدقي ان انا طول الفتره اللي فاتت دي كنت قاعده بسال نفسي هل في اي علاقه ان انت جيتي قعدتي معانا ان علي رجع ينتكس ويضرب تاني؟ لا 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 لا. انت لازم تسالي نفسك ليه علي رجع يكتب تاني؟ وإن بسبب فكرتي أنا قدر يخلص الحلقة ويبيع المسلسل. فكرتي أنا يا رضوى. أنا كان لازم أصدق اللي حذروني منك، بس أنا هعلمك إزاي تبقي قاعدة في بيتي غصب عني. بيتك؟ ده بيت علي. علي مضى عد المسلسل وقبض العربون ودفع الإيجار. عن إذنك لو سمحتي، علي نفسه في ورق عنب بالكوارع والأكل على النار. يا نورة مالك في ايه؟ ايه اللي حصل؟ رضوى جت ومسحت بكرامتي الارض، كل ده عشان قلت لها ما ينفعش نسيبك لوحدك. هي قالت لك ايه؟ قالت لي انها هتقول لاهلك ويتصرفوا معاك. انا خايفه قوي يعني. ما تخافيش، انا كده بخسر كل حاجه. احتمال كبير رضوى توقف لي شغل كتير وانا ما عنديش مكان اروحه. انت مش هتروحي في حته، انت هتفضلي قاعده معايا هنا وطز في اي حد وهتعملي الاوديشن وهتاخدي الدور. طول ما انت معايا ما تخافيش من حاجه. بجد يا علي انت هتخلي بالك مني زي ما وعدتني؟ انا عايزك تثبت لي ده. يعني ايه؟ ما اعرفش يعني. انا اللي هيضمني اني ما اصحاش بكره الصبح والاقي رضوى بتقول لي اطلعي بره؟ أنا معيش فلوس أأجر أوضة في أي حتة. anyway it's okay. أنا هكلم شبانة وأقول له يبعت لي فلوس وأردها له بعدين. أنا ما ينفعش أبقى قاعدة كده على كف عفريت. لحظة لحظة، قولي لي بيانات حسابك في البنك. التحويل وصل، وده مبدئيا كده لحد ما اخد باقي الدفعات. ميرسي يا علي. ما يحرمنيش منك يا احلى كاتب. نجلاء هربت من اهلها
ومحدش عارف هي منين. جت القاهرة واشتغلت كذا شغلانة، وآخر واحدة كانت في مول. قابلت واحدة بنت اسمها نورة من سنها. نورة كانت زبونة للمحل اللي نجلاء كانت شغالة فيه، وبقوا صحاب. نورة كانت مقتنعة إن هي تقدر تساعد نجلاء إن حياتها تبقى أحسن. لحد ما في يوم نجلاء جات لها وهي متشلفطة ومضروبة، وقالت لها إن أصحاب المحل قالوا إن هما هيمشوها عشان بيتهموها بالسرقة. أيوة، مين قالك إن الكلام ده حصل أصلا؟ أكرم قابل حد من قرايب نورة وحكاله. أكرم تاني؟ هو ده وقته يا علي؟ أنت متضايق مني إن أنا بحكي لك على واحدة أكرم حكالي عنها قاعدة معاك في البيت غصب عني؟ أكرم هو الوحيد اللي يقدر يدلني على كل ده، وأنت لازم تسمع كل كلمة هو قالها لي. طيب قولي لي ازاي اكرم اقنعك ان نجلاء بقت نورة؟ بعد ما هما مشوا نجلاء من الشغل، نورة اخذتها معاها في بيت اهلها في فيلا في التجمع، يعني مؤقتا لحد ما هي تلاقي شغل تاني. بس نجلاء قعدت اكتر بكتير، ونورة اكتشفت ان هي على علاقة مع ابوها. نورة ما صدقتش، بس نجلاء اقنعتها ان باباها بيتحرش بيها، وكل الهدايا اللي هو بيجيبها لها دي عشان هي تسكت. فنورة ما عرفتش تصدق مين. اخر مرة شافوا نورة كانت خارجة مع نجلاء، وبعدها نورة رمت نفسها في النيل. نجلاء قالت ان هي حاولت تمنعها وتنقذها بس ما لحقتش، وقرايب نورة بيقولوا ان هي عمرها ما هتعمل حاجه زي كده، وان اكيد نجلاء هي اللي زقتها، عشان قبل ده نورة كانت عايزه تطردها من البيت وتفضحها عشان هي صدقت ابوها. لحظه بس كده، طب ما ممكن الراجل هو اللي كان بيتحرش بنورة. اسمها نجلاء، ركز معايا. ايا يكن، يعني نجلاء ولا نورة، انت ايه اللي اكد لك ان ده حصل؟ نورة قبل ما تنتحر بيوم كلمت واحده قريبتها، وقالت لها ان هي فعلا سمعت باباها ونجلاء، وان علاقتهم كانت طبيعيه جدا، وهو ما كانش بيتحرش بيها خالص. بس فبعدين قريبة نورة حكت لأكرم. هو أكرم ده خلاص بقى كلامه مصدق؟ إيه المحقق كرومبو؟ أكرم وراني كل الشاتس اللي ما بينه وما بين قريبتها دي. قريبتها شافت نجلاء في صور أكرم على الفيسبوك وعرفتها على طول، وأكرم اكتشف إن نجلاء دي سرقته، وكانت تضرب مخدرات وبتعمل حاجات غريبة. أيوة، ولما هي عملت كل ده ما قبضوش عليها ليه؟ عشان مفيش دليل. البوليس اضطر إن هو يخلي سبيل نجلاء. بس فبعدها نجلاء هربت، راحت لناس تانية، اتعرفت على ناس جديدة، غيرت من شكلها، وكمان زورت بطاقة وكتبت اسمها نورة، عشان هي أصلاً طول الوقت كان نفسها تبقى نورة. يعني بذمتك أنت مصدقة الفيلم الهندي اللي أنت بتقوليه ده؟ لو أنت مصدقة أنا مش هصدقه. علي، نجلاء هي اللي خلتك ترجع تضرب تاني، هو أنت مش شايف شكلك؟ ما يمكن الراجل اللي يكون رايل على صاحبة بنته. أنا مش مصدقة نفسي بعد كل اللي قلتهولك ووريتهولك، هو أنت اللي بتدافع عنها؟ بدافع عنها عشان هي رجعت تخليني اكتب تاني، عشان حسيتني ان انا راجل ليه لازمه، مش راجل تافه وممل وفاشل. علي، انت عارف الموقف ده بيفكرني بايه؟ لما كنت راجعه البيت ولقيتك مرمي على الارض مقفور وبتموت، وانت عارف انا عملت ايه عشانك؟ وقفت جنبك لحد ما رجعت تشتغل تاني، ونقلم للبيت ورحنا بيت جديد عشان انت تعرف تغير مكان وتنسى كل حاجه. اهو اللي انت قلتيه ده هو اللي مخليني مش عايز ارجع لك تاني، ان انت حد عمل لي حاجات كتير قوي وانا مش عارف اردها، بقيتي عامله لي دين انا مش عارف ادفعه. عايز انسى ان انت الملاك اللي عمال بيساعدني وعمال بيضحي، وانا جنبه انسان فاشل مش نافع. ما بقاش ينفع خلاص يا رضوى. بصي، انا ما صدقت اشتغل وابقى ليها لازمه ومن غيرك. علي، انت فعلا محتاج تروح المصحه ولازم تتعالج، وانت فعلا محتاج مساعده. رضوى، ممكن لو سمحتي كفاية فضايح؟ ممكن؟